اهلا بيه. اتفضل يا ايمن. خليني مستني ايمن بقى براحتكم، انا دلوقتي مش سامع حاجه نهائي. ايمن. الو الو يا ايمن، الصوت مش عندي مظبوط. علو الصوت هنا شويه. ايوه يا شيخ. ايوه يا شيخ، قول يا شيخ. انت يا شيخ ايمن، ازي حضرتك؟ ربنا يسترك. كان في بس سؤال بس اسال حضرتك فيه. لا انا مش سامع يا جماعه، وبعدين بطلع اشوف الحلقه بره الاقي الصوت المتصل واضح جدا. عالجولنا الكيمياء دي. ايوه يا فندم. اه كده سامع. لو سمعت يا باشا. اشرف مين؟ باشا. اه انت اللي باشا ونص، قول يا باشا. ربنا يخليك. كان في بس سؤال بس عايز استفسر عنه بس. ايه يا حبيبي؟ كان في سؤال بس عايز اسال حضرتك فيه. هو اتفضل. انا قاعد مع والدي في نفس البيت. طيب. لكن معاه في نفس البيت، هو قاعد في الدور الاولاني وانا قاعد في الدور الثاني. طيب. فكان من فتره كده حصل مشاده كلاميه ما بيني وبين والدتي. مشاده كلاميه؟ اه ما بيني وبين والدتي يعني. بينك انت وبين والدتك؟ اه. وانت مقتنع ده صح يا ايمن؟ على السريع كده، انت مقتنع ان ده صح؟ لا طبعا. شاطر. طوب وبوس ايديها ورجليها. يلا كمل. فانا اه فغصب عني خرجت عن شعوري ورحت حالف طلاق ثلاثه اللي انا ما اكلش تحت عند والدي. قلت عليها الطلاق بالثلاثه. اه اللي انا ما اكلش تحت عند والدي. ما انت انت نازل تحت عند والدك وتقعد مع الاموره فوق. لا ما اكلش تحت عند والدي. ما اكلش تحت عند والدي. ما تاكلش. اه ما اكلش. اه وانت قاعد معاه في نفس البيت بتاعه. اه بلاش ما تاكلش. ايه يعني؟ نعم. ايه حجر ايه يا ايمن يعني؟ ما تاكل لوحدك يعني. هي القضيه في الاكل يا جماعه. لا مش كل واحد ياكل لوحده. والله والله ما فيها حاجه نهائي الا اذا كنت انت هتقعد جنب بابا وتاكله بقى شوربه لسان العصفور بنشيد بقى. افتح بقك يا بابا، ده لو عيان بعيد عنك وتعبان وانت هتعمل كده بقى. افتح بقك يا بابا. أيوة. خدني والله انا ما بهرج، واللي ما يعمل كده ما يعرف بر الوالدين. طبعا طبعا. وياخده ويسنده على دراعه بالراحه. طبعا. لو كده يبقى ضروره، لكن ابوك زي العفريت وبيمد ايده ويجيب طبق السلطه على بعد كيلو وعارف الحته اللحمه الحلوه فين بينقرها. مش تاكل معاه ما تاكلش معاه مش فارقه. لا بس انا بتكلم بس في حاجه دلوقتي، احنا مفيش اي حاجه ومراتي بتنزل تاكل تحت، بس انا طبعا عشان الحلفان فما اقدرش اكل. مراتك بتنزل تاكل تحت بتغيظك؟ لا مش بتغيظني ولا حاجه. طب استنى استناني بقى، يبقى انا ببقى استنى بس بقى، انا ابقى حالف ما انا واكل عند ابويا، مراتي تقول هي 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 وتيجي نازله زي العرسه تاكل هي معاهم، ما ده يغيظني طبعا. ده المفروض اقول لها ما تنزلي يا بنت تاكلي شويه، تقول ايه اكل من غيرك ازاي ودي تبلع ولا ايه؟ وانا بقول يا حلاوتي بتحبني. فسر يا واد. بص شيخنا القصه بس ماشيه، اللي احنا من اول الجواز كنا كلنا بناكل مع بعض تحت عند والدي. تمام يا حبيبي. حصلت المشاده الكلاميه، انت حلفت بالطلاق. انت اجيبها لك من الاخر. ايمن انت بتسالني، استنى بس، انت بتسالني على حكم طلاق بالثلاثه عشان ترجع تاكل مع ابوك، صح ولا انا مش واخد بالي؟ تمام. عشان اكل تحت عادي بقى مش مشكله. بس خلاص بس خلاص. هسالك انا السؤال بقى، لازم اسالك لازم. اتفضل. وانت بتقول طلاق بالثلاثه من نازل واكل عند ابويا، كان في نيتك لو نزلت كلت مع ابوك هتروح المأذون وتخلص البنايه؟ لا خلاص، تصوم ثلاث ايام وانزل كل مع ابوك، خلصنا. شكرا. مين تاني؟